ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ودائما مسك الختام مع الأخبار الحلوة. المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك في وزارة التجارة والصناعة اعتمد المعمل المركزي لتشخيص أمراض الدواجن وجودة المياه في بورسعيد اللي في قلب مفرخ أشتوم الجميل، حصن الأمان لكل مشروعات الاستزراع السمكي البحري. زرنا مع حضراتكم هذا المفرخ وهذا المعمل العملاق اللي ولادنا فيه بيمتلكوا خبرات من ذهب للنهوض بصناعة الاستزراع السمكي البحري، وزي ما قلنا أنه أقرب المعامل في مصر للاعتماد. بالفعل لم يمر شهر واحد إلا وكان المجلس الوطني للاعتماد إيجاك قد اعتمده بالفعل، وأقر أنه يقدم أفضل التحاليل الخاصة بجودة المياه وتشخيص أمراض الأسماك. ألف مبروك لكل العاملين في المعمل المركزي لتشخيص أمراض الأسماك وجودة المياه في مفرخ أشتوم الجميل، وفي مقدمتهم الدكتور محمد العربي مسؤول مشروع تنمية الاستزراع السمك البحري في مصر. أنتوا بذلتوا جهد كبير جدا وتستحقوا كل نجاح. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الأحد وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان ريل استيت، اللي بيقدم لحضراتكم كل الجديد في القطاع العقاري المصري.